مدرسة الولاد مصباح الرويسية هي تابعة لمؤسسة مجموعة مدارس الولاد مصباح الكبر، تضم حوالي 200 تلميذ، 50% الإناث. والمشكل اللي كاين هنا هو كاين هذه الظاهرة لهذا المدرسي. الطواليت كانوا مكرفسين وكان ما كاينش الثور وما كانش الحارس. صراحة ما كانش مدرسة، لأنه كان كاع اللي دايز في الطريق كان طريق اللي دايز بكروسة أو اللي دايز بشي حاجة كيدوز منها. الفكرة في الأول هو أننا نديرو غير مرافق صحية، تبدينا وقلنا ودي راه ما يمكنش نديرو مرافق صحية، ومن بعد غادي نمشي وغادي يجيو دي زونفون فون تو دي تغوير. ألوغ سكون دي دونك افيك بي اس اف هما تكلفوا بالصور وحنا تكلفنا بالمرافق الصحيه. لقينا بزاف في المجال القروي مدارس ما كاين فيهم لا مالادو، ما كاينش مراحل صحيه، وهذا كينتج للانقطاع الدراسي ديال الفتيات. والحمد لله دابا راه وصلنا اكثر من 30 مدرسه في جميع المغرب، وهذه وحده منها في الرويسيه اللي الحمد لله بالشراكه مع اكو اسيستونس اشتغلنا على المشروع اجمالي منه مراحل وصور للوقار ديال المدرسه. ما كان عندنا لا صور لا والو، دونك كانت مؤسسه بحالها بحال شي مكان خالي، والحمد لله دابا يا ولا عندنا صور ولا عندنا مراحيد، اذا عاد ولات مؤسسه. قبل من ما يبدا الكوفيد درنا واحد الزياره هنايا لهاد المدرسه اللي كانت في واحد الحاله كتبكي، واليوم الحمد لله هذاك كان حلم اليوم اصبح حقيقه، باللي كتشوف انك حققتي واحد الامنيه للتلاميذ والاساتذه ما غادي يمكن لك ان تحس بانفيرتي. ثانيا ملي كتشوف فرحه في الدراري انهم داخلين المرافق الصحيه انهم بروتيجي، الى كاع ما كان والو اي فون كونتيني لي زيتيود ديالهم، وهذا هو الهدف. المدرسه راه شويه حتى الوليدات بقى يدخلوا بنظام ولاو يقراو مزيان. سولت واحد العدد ديال الاباء الثانوي وداك الشيء، لقيت عندهم اللي كتوصل بنيتها الابتدائي الثاني ولا هذا الشيء كيحبسها ما كيخليهاش تمشي للمدرسه. كنقول له علاش، تيقول لك اودي ما كاينش مرافق وهي ساكنه ثلاثة ولا أربعة كيلومتر يمكن اكثر باش ترجع، يعني تقضي الحاجه ديالها وتعاود ترجع، يعني ما تيحبسوها اليوم على غدا حتى تتحبس البنيته كتحبس على قبل هذه المرافق الصحيه بالدرجه الاولى. التلاميذ ما تيكملوش القرايه ديالهم، على اولا بعادين على الكوليج ب 7 كيلومتر، سكيل فيه الا بغاو يمشيو ويجيو راه 28 كيلومتر يوميا. هادشي هذا اللي تيخلي الاباء انهم يخرجوا وليداتهم من القرايه، وتيبقى الحل ديالهم يخدموا في الفيرمات سينو الزواج المبكر.